انت لما بدات بتلعب مباراه قبل الفريق الاول بيلعبه، مين اللي شافك وقال ان ده هيبقى مستقبل نادي الترسانه؟ عم الشيوي. عم الشيوي الله يرحمه. عم الشيوي الله يرحمه. عم الشيوي اختارني في الملعب الجديد ان انا ابقى اتمرن مع الفريق الاول. وصولك انت لعبت للاشبال كام سنه؟ حوالي 19 سنه. 19 سنه. ايه المباراه انت فاكرها من الاشبال اللي انت لعبتها والناس كلها قالت لك ان مصطفى رياضي لازم يلعب في الفريق الاول؟ سوري انا بقول مصطفى رياضي، انا كابتن مصطفى رياضي. ما بلاش الاحراج ده بقى. لا ما ده لا ازاي، انت قيمه وقامه كابتن. لا في كان الماتش كان كابتن همامي الله يرحمه ماسك فرقه في النادي الاهلي. حاجه 19 او 20 حاجه زي كده. ايوه. فلعبت جبت 4 تجوان. دي فرقه ترسانه كابتن؟ فرقه ترسانه. طب لو بدلنا كده كذا فيها كان حرب وشاذلي ومصطفى رياض وسيد بلبل وابراهيم خليلي واشرف الالفي وحمدي وكابتن بهاء وابو العز وخيري وهمام الشريف. وهمام الشريف. فجبت 4 تجوان في المباراه اللي هي كان بقى عم الشيو قاعد بيتفرج على كان هيتمرنوا بعدينا. فقاعد يتفرج. خرجت قابلني قال لي تيجي التمرين اللي جاي مع الفريق الاول. على طول؟ على طول. يعني هو اول واحد بلغك الكابتن المرحوم الشيو؟ عم الشيو والله يرحمه. مين كان في جيلك اللي كان في الاشبال كنت انتوا موجودين معاهم او كان انتيمك او كان صاحبك اللي انتوا كنتوا مع بعض على طول في المرواح وفي المجي وقلت ان ده هيبقى موجود معايا حتى في الفريق الاول وما حصلش نصيب؟ لا هو اللي كان معايا الله يرحمه الشاذلي. كابتن شاذلي ده في الفريق الاول؟ لا الناشئين. والناشئين. والناشئين. الناشئين كنا مع بعض وكنا بنلعب الساعة 10 الصبح. ونكسب فرقة المدرب يقول لنا استنوا انتوا الساعة 3 هتلعبوا مع الفرقة ال 18. في ماتشات الساعة 10 والساعة 1 والساعة 3. الماتش اللي بعديه على طول كنا بنسأل كنا احنا بنعمل ايه؟ كانوا بيدونا مركز صغيره كده فيها ناخد بيها حبيبك الله يرحمه. الله يرحمه. الله يرحمه يا سيدي. ماركه ناخد بيها نص سندوتش جبنه. نص سندوتش. نص جبنه ونص سندوتش حلاوه او اي حاجه مع ازازه كوكولا. ونلعب ناخد ما نكسب بعد كده نيجي نلعب الماتش الجاي بقى. يعني انت كنت الكلام ده بتاخده بعد الماتش بتاع الساعة 10 الصبحية؟ تاخد سندوتش جبنة وسندوتش حلاوة وكوكا كولا. كوكا كولا. نيجي بقى هنلعب الساعة 3 أو 1 يدونا ماركة أنا والشاذلي الله يرحمه نقسم هو نص رغيف وأنا نص رغيف ونقسم إزازة كوكا كولا على كوبايتين. عشان هنلعب الماتش التاني. ما عشان ما فيش حاجة تضايقك بقى في النادي. فكنا على هذا الوضع ما كانش أكتر من كده في النادي.